أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ننقل لكم الآن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين الكرام، فلنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. إخواني وأبناء المواطنين والمقيمين في هذا البلد الأمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد شاءت إرادة الله أن يتعرض وطننا العزيز إلى وباء فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وأوقع كوارث صحية تمثلت وفاة عشرات الآلاف من البشر ومرضى من مئات الآلاف آخرين، وجر عليها تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة. وكحال دول العالم، فرض هذا الحدث الجلل أولويته على كافة اهتمامات الكويت سعيا للتوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع هذا الوباء الخطير. ندرك تماما خطورة هذا الوباء وشرسته، وقد وجهت سمو رئيس مجلس الوزراء باستنفار أجهزة الدولة وإمكاناتها لحماية سلامة وصحة الإنسان في الكويت مواطنا أو مقيما أو زائرا على حد سواء. فالمرض لا يفرق بين إنسان آخر، وإنها أمانة في أعناقكم، فلا تدخلوا جهدا ولا تبخلوا بمال في هذا السبيل، واحرصوا على المكاشفة والشفافية الكاملة في كافة صور التعامل مع هذا الوباء، مع التأكد على اعتماد الاعتبارات الصحية أساسا في إجراءات منع انتشار الوباء، وعدم الالتفات إلى أي ضغوط أو مجاملات محلية أو خارجية. هذا الشأن فلا تهاون ولا تساؤل في هذا الأمر على الإطلاق. وقد تابعت بكل ارتياح سلسلة الخطوات والإجراءات الجريئة والحازمة التي اتخذتها الأجهزة الحكومية بكل اقتدار في مواجهة هذا الوباء، وقد شهدنا جميعا الجهود الدؤوبة المتواصلة والتضحيات الكبيرة التي قامت بها الفرق على كافة الأصعدة والمستويات من أجل إنقاذ الكويت من براثن هذا الوباء الخطير. وقد سر لي ما زخرت به وسائل الإعلام من إشادة دولية واسعة مستحقة بمستوى وكفاءة الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في مواجهة هذا الوباء. وقد أثلجت صدري مشاعر الرضا والارتياح التي عبر عنها المواطنون والمقيمون تجاه تلك الإجراءات وتقدير جهود المخلصين. كما وجهت بالتواصل مع أبنائنا الطلاب الدارسين في جامعات ومعاهد العالم، وكذلك المواطنين المتواجدين خارج البلاد لمتابعة أوضاعهم وتأمين كافة احتياجاتهم ورعايتهم،
ريثما يتم ترتيب إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن وفق ما تقتضيه الإجراءات الصحية، أمر يتطلب المزيد من التعاون والتفاهم والصبر. أخواني أبنائي، ونحن في خضم هذه المواجهة العصيبة، أتوجه لأخي سمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزير، كل في مجال اختصاصه، بعظيم الاعتزاز بدورهم في قيادة وإدارة هذا العمل المميز، آملا الاستمرار في هذا النهج وعدم التهاون فيه، وتحية فخر وتقدير لجميع العاملين في الصفوف الأمامية من المواجهة المباشرة مع الوباء، سواء من الكويتيين أو غيرهم من الشرفاء المخلصين الذين نعتز بهم، وكذلك العاملين في تقديم الخدمات المساندة ممن يواصلون الليل والنهار من أجل تأمين مقومات الثقة والأمان والمطمئنة لدى الجميع. ولا يفوتني أيضا توجيه الشكر التقدير لمعالي الأخ رئيس مجلس الأمة والأخوة الأعضاء لما أبدوه من تعاون بناء وتفاعل مشكور ودعم مشهود للحكومة في مواجهة الأزمة، ترجمت بصدق الشراكة الإيجابية وروح المسؤولية الوطنية، وأدعوهم إلى مواصلة التعاون الجاد للتصدي لهذا الخطر الداهم. كما يطيب لي أن أعبر عن خالص التقدير للمبادرات الكريمة والمساهمات الطيبة التي تقدمت بها الشركات والجمعيات والأفراد، وعلى كل ما قدموه من دعم نقدي وما عرضوه من إمكانيات رغم الظروف الاقتصادية التي ندرك آثارها ووطأتها، وكذلك المبادرات التطوعية التي قام بها أبناء الكويت والمقيمون لدعم ومؤازرة الجهد الحكومي في مختلف قطاعات الدولة للمشاركة في مواجهة الوباء. وهي ليست غريبة على أهل الكويت. أخواني أبناء المواطنين والمقيمين، لا نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات ولا تلوح في الأفق نهاية لها، ما يستوجب استعداد لكافة الاحتمالات أن المواجهة الفعالة لهذا الوباء تتطلب فزعة كويتية عامة واستجابة وطنية شاملة ووعيا كاملا وتعاونا جادا. لقد شهدنا بأعيننا ما حدث بدولنا من صور مؤلمة ومحزنة أحدثها هذا الوباء القاتل بسبب التهاون واللامبالاة. إننا نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس، وهي معركة الجميع، تستوجب الالتزام الجاد بتعليم السلطات الصحية وأهمها التجمعات وأسباب العدوى، تجنب التجمعات وأسباب العدوى، فهي الوقود الذي يذكي نار الوباء وينعشها، وعدم الالتفات إلى الإشاعات الضارة التي تؤدي إلى إضعاف جهود الدولة وتشويهها. وأدعو السلطات المعنية
باتخاذ كل ما من تدابير لضمان التطبيق الكامل للإجراءات الصحية. لقد أدرك الجميع كفاية ووفرة المخزون الغذائي والتمويني في البلاد بحمد الله وفضله، وهذا يجدر التنبيه إلى أن توفر هذه المواد لا يبرر الإسراف والتبذير، بل يستوجب الترشيد والتوفير. إننا في هذه المرحلة الدقيقة نركز على احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح كأولوية القصوى. الاهتمامات ولا تلقيها، ما يستوجب المبادرة إلى دراسة التداعيات والآثار الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائية التي تمت مؤخرا بهدف إيجاد معالجات لازمة لكل منها وتجنب آثارها السلبية أو التخفيف منها. إخواني أبنائي الأعزاء، أعلم ما يحتمل في نفوسكم من مشاعر القلق حيال هذه الأزمة، وإذا تفهموا أسباب هذا القلق ودواعيه لأظنكم بأن الكويت قد تجاوزت منذ نشأتها العديد من الأزمات والتحديات والأطماع والمخاطر الجسام، وقد سجل التاريخ للكويتيين مواقف عظيمة وأمثلة رائعة في التضحية والبذل والعطاء والتكاتف والتعاون، حتى كتب الله لهم الغلبة والفوز. وبعون الله وتعاون الجميع سيكون النصر للكويت على هذا الوباء، ولن تتوقف الجهود المخلصة حتى تنكشف هذه القمة. وإنني أعلم بأننا سنتجاوز هذه المحنة، فسيجعل الله بعد عسر يسرا. نسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن وطننا العزيز وعن كافة بلاد المسلمين والبشرية جمعاء، وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه ويحرسه بكريم عنايته ولطفه. وبشر الصابرين إذا صبروا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه. شكرا لطيب المتابعة، ودمتم في أمان الله.